وانتقل الى موفقين موكب العتبتين على طريق النجف مع الزميل محمد الشريفي. السلام عليكم واعظم الله لكم الاجر. الزميل محمد يسمعني؟ نعم اسمع. نعم، السلام عليكم واعظم الله لكم الاجر. حياك الله اخي احمد، اعظم الله لكم الاجر واحسن لكم العزاء وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال بحق محمد وال محمد. اللهم صل على محمد وال محمد، ماجورين ان شاء الله على هذه الخدمه وعلى هذا الجهد. نتحدث عن موكب العتبتين الموجود على طريق النجف الاشرف، ماذا يقدم هذا الموكب بشكل عام؟ ما هي الخدمات التي تقدمها العتبتين؟ هل هناك ندوات، مؤتمرات، جلسات، محاور توعوية تثقيفية وخاصة في مجال القرآن الكريم؟ حقيقة أحمد، التواجد بداية في هذا الطريق يمثل قمة الفخر وقمة الشرف لكل من يتواجد هنا، لكل من يقدم خدمة، سواء كانت هذه الخدمة إعلامية أو توعوية أو حتى لأولئك الذين يقدمون ما يمكنهم تقديمه حقيقة للزائرين. أما الزائرين المتجهين إلى كربلاء المقدسة فلأولئك يعني قصص، لا أقول قصة واحدة، لهم قصص، لهم حكايات في هذا الطريق. هنا حقيقة في ظل تواجدنا في هذا الطريق نشاهد يوميا الكثير من الأحداث التي حقيقة تحتاج إلى الكثير الكثير للتحدث عنها. حضرتك سألتني عن موكب العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية. حقيقة لهذا الموكب دور كبير جدا من خلال ما يقدمه من خدمات متنوعة مختلفة، إن كانت خدمات ثقافية توعوية أو يعني خدمات أخرى تتعلق بما يقدمه من خدمات للزائرين من مأكل و مشرب وأماكن سكن وغيرها من الأمور. طبعا لهذا الموكب مثل ما تعرفون خصوصية من نوع خاص، على اعتباره يضم أو يتواجد به نخبة من فضلاء الحوزة العلمية المباركة، أيضا يتواجد به عدد كبير جدا من طلبة الحوزة العلمية وأساتذتها، أيضا هناك المبلغين والمشروع التبليغي اللي غالبا ما ينطلق من هذا الموكب، وبالتالي لهذا الموكب خصوصية كبيرة جدا وعدد من الفعاليات. أنا أحمد ما أعرف إذا عدي وقت وبالإمكان أنه ناخذ أحد الأخوان الوقت لك. من نعم. موكب العتبتين المقدسين يكون ضيف ويانا. نعم تفضل. شكرا لك. طبعا معي الحاج علي. حاج علي تفضلوا هنا أنا حبيبي. السلام عليكم، عظم الله اجركم، يحسن عزاءكم، يتقبل اعمالكم بحق محمد وال محمد. حاج علي انا ادري انتم مشغولين والاخوان يمكن جابوكم من داخل الموكب، جزاكم الله الف خير، فاحاول انه ما اطول وياك حقيقه، بس اريد اعرف شنو طبيعه الخدمات حتى تخليني وتخلي المشاهدين الان من يشاهدنا عبر شاشه قناه كربلاء الفضائيه، شنو طبيعه الخدمات اللي تقدموها هنا في الموكب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. طبعا لا يخفى ان موكب العتبتين الحسينيه والعباسيه من المواكب المهمه الموجوده على طريق يا حسين، حيث يتالف من عده محاور. يعني اول بدايه توجد قاعات للرجال وللنساء، وكذلك صحيات للرجال وللنساء على جانبين مفصولين الواحد عن الاخر. بلي، وهناك كذلك بالنسبه للمبيت موجود قاعات مبيت للنساء وللرجال، وهناك قاعات داخلية موجودة للمشروع الحوزوي الذي انطلق منها في بداية 7 صفر، وموجودة به بعض الفضلاء طبعا من الخارج العراق ومن داخل العراق وخارج العراق، وكذلك موجود جراج كبير للسيارات العتبتين الحسينية والعباسية تنقل الفضلاء وتوزعهم على المواكب حتى قضايا المسائل الشرعية وغير ذلك. هاي بالنسبة للأماكن المتواجدة في داخل الموكب. أما بالنسبة للطعام الذي نقدمه في داخل الموكب، طبعا نقدم عدة وجبات. هناك عندنا متطوعين من دولة باكستان وكذلك من دولة إيران، ونحن خدام أبي الفضل العباس موجودين داخل الموكب. طبعا الأخوان الإيرانيين يطبخون طبخ إيراني، لأن أغلب الطائرين إيرانيين. بالي أحسنتم. وكذلك الباكستانيين يطبخون طبخ باكستاني، ونحن نطبخ الطبخ العراقي. طبعا نطبخ من الصباح الى الليل، يعني بالنسبه للحم ما يعد تقريبا يوميا اكثر من 2000 كيلو لحم.
بين الدجاج وبين اللحم العجل. كل هذا من بركات ابو الفضل عباس سلام الله عليه، ابي الفضل العباسي وسيدهم ابا عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه. وبعض طبعا لا يخفى الدور المهم الذي يقوم به سماحه السيد مكي الصافي حفظه الله المسؤول على موكب العتبتين، هذا الموكب هناك هم لعله الله العالم تبرعات خاصة أنا ما نعرف بها، ولكن هي بركات أبو الفضل العباس وسيده ملاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. طبعا هناك بالنسبة للمبيت للنساء خاص ومبرد، وكذلك للرجال قاعات كبيرة للرجال مبردة، وبالنسبة هذا للطعام. أما للشراب عذرا فيما يتعلق في قضية النساء، اكو من يعني يتواجد من الاخوات المؤمنات اللي خدمن هذن النساء اللي يتواجدن بالموكب؟ بلي هناك مجموعه من النساء المؤمنات يقومن بخدمه الزائرات المؤمنات ويقدم لهن ما يريدون. الله يسلمكم. الله يسلمك. طبعا حضرتك تحدثت عن ميزه مهمه جدا، انت قلت انه الباكستاني يطبخ للباكستانيين، الايراني للايراني، بالاضافه للعراقي، هاي ميزه ربما ينفرد بها حقيقه موكب العتبتين المقدستين، ما اعتقد انه موجوده ربما في مواكب اخرى. بلي صحيح، أنا في موكبنا موجود هذا الشيء إن شاء الله، بركات سيد الشهداء. حاج علي أنا ما أريد أخركم، جزاكم الله خير، الله يوفقكم ويتقبل أعمالكم. ما أعرف إذا أكو سؤال تحبون توجهوه. أنا بس فقط أؤكد على قضية التوعية الدينية في الجانب القرآني، هل هناك أوقات محددة حتى الزائرين ممكن يستفيد من هذا الوقت ويدخل إلى موكب العتبتين ويكون لديه أسئلة أو بعض الشرح أو التوضيح عن القرآن الكريم أو عن المواضيع الدينية بشكل عام؟ يعني حقيقة أحمد ربما الصوت لم يكن واضحا جدا، لكن أعتقد اللي افتهمته من سؤالك أنه تسأل عن وجود أنه قراءة القرآن، تصحيح سورة الفاتحة وغيرها من هذه الأمور. أحسنت، بشكل عام دورات أو ندوات أو حوار أو أسئلة من الزوار عن أي قضية دينية. أها. نعم. واضح الآن. نعم. واضح. نعم الآن واضح، أحسنت. الأخوان بالاستوديو يسألون إذا كانت هناك دورات تقام، ندوات تثقيفية فيما يتعلق بالقرآن الكريم، بالإضافة إلى تصحيح مثلا قراءة سورة الفاتحة، يعني أي نشاطات قرآنية ممكن تقام هنا؟ هذه النشاطات موجودة، نعم. سابقا كانت على الشارع العام وواضحة للتصوير، أما الآن داخل الموكب موجودة، بعض الأساتذة في القرآن الكريم أو الشباب بعض الزائرين يسألونهم يجيبونهم في ذلك. هناك ايضا للاستفتاءات الشرعيه غيرها من الامور. نعم موجوده، هذا الشيء كله موجود وواضح طاغي في داخل الموكب ان شاء الله. طبعا كل النشاطات القرانيه وغيرها هي باشراف ومتابعه من قبل فضلاء الحوزه العلميه واساتذتها. نعم سماحه السيد مكي الصافي خصص المتخصصين في ذلك، موجودين داخل، مثلا ابو القران متخصص في القران، ابو الفقه متخصص في الفقه. نعم. شكرا لك حاج. ممتن. حياكم الله بميزان حسناتكم. حياكم الله زميل محمد. نعم هل لديك يعني احصائيات او ارقام تحب تذكرها؟ ربما احصائيات، نعم الاحصائيات كثيره وموجوده وفي اكثر من مجال. نعم. فاذا تحدثنا مثلا عن احصائيات مطار النجف اللي يشهد حقيقه اقبال كبير جدا خلال هذه الايام، على اعتبار تعرف انه ثقل الزياره هو في هذه الايام، فلغايه يوم الاثنين بلغ عدد الزائرين 57359 زائر في 418 رحلة من دول مختلفة. ما شاء الله. أيضا يوم أمس أو أول أمس كان وصول الدفعة الأخيرة للمعدات الأرضية الساندة اللي تمت الاستعانة بها من مطارات السليمانية وأربيل والبصرة، لأنه تعرف أنه هذه الفترة ربما المعدات اللي موجودة في مطار النجف وحدها حقيقة لا تكفي وهي بحاجة إلى تعزيز، ولذلك كان هناك أكو تعاون مع المطارات المذكورة من أجل تقديم أفضل ما يمكن تقديمه للزائرين. أما إذا أتحدث عن العتبة العلوية المقدسة وما تقدم حقيقة، فالعتبة العلوية المقدسة وكما هو دأبها دائما في المناسبات الكبيرة لها دور كبير في تقديم مختلف الخدمات. إذا تحدثت عن مضيف العتبة العلوية المقدسة، هم قاموا حقيقة بفتح جميع المنافذ المتعلقة بتقديم الخدمات والبالغ عددها 11 موقع مضيف العتبة العلوية المقدسة، يقدم يوميا
قرابة 100,000 وجبة طعام مقسم. أكيد أكيد هي جهود كبيرة تحسب لهم وهنيئا لهم. بحدود 100,000 وجبة طعام تقدم يوميا على 3 أوقات، طبعا للإفطار وللغداء وكذلك للعشاء. هناك أكثر من 3500 متشرف بالخدمة، هذول موزعين على جميع الأقسام وفق ما يحتاجه كل قسم. هؤلاء وظيفتهم تقديم الدعم والإسناد اللازم لبقية الأقسام، لأنه تعرف بالذات هذا العام الزيارة ثقيلة جدا. أنا ما أعرف إذا ربما أكون طولت عليك، لكن خل أعطيك المعلومة الأخيرة عن العتبة العلوية المقدسة. هناك أكثر من 600,000 يعني ما توزيع تبريد على المحاور الهندسية المختلفة. نعم. لذلك أعتقد هي جملة من الجهود المتضافرة والمتعاضدة من قبل الجميع. هناك طبعا إحصائيات أخرى كثيرة أيضا إذا إن شاء الله أرجع لك أنه أطلعكم عليها، لكنه أنا ما أعرف. أعتقد إن شاء الله أرجع لك أروح للزميل مصطفى ستار. نعم نعم، شكرا لك لهذه المعلومات.